طب عايزين نتكلم عن عقائد الشيعة. طيب، أولا عقائد الشيعة تختلف اختلافا جذريا عن عقائد، يعني أنا عايز أقول يعني لما أتكلم عن الشيعة بقى في بقية الحلقة هتكلم على اللي احنا بنسميهم أو اللي اتعرفوا باسم الرافضة. يعني لما أقول شيعة خلاص هما ليه اتفرق بينهم؟ عايز أقول لحضرتك إن المسلمين زمان من بعد الصحابة رضوان الله عليهم لما ظهرت الفرقة دي، فرقة السبائية اللي ادعت النبوة أو الألوهية في علي بن أبي طالب، وبعد كده بدأت تسب بقية الصحابة، فنسبوا نفسهم للتشيع وقالوا احنا شيعة علي بن أبي طالب. فبقية الشيعة حتى من أنصار الصحابة التانيين بدأوا يتخلوا عن الكلمة دي وقالوا لا، احنا مش عايزين نبقى اسمنا متلاصق مع اسم هؤلاء اللي بيسبوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا احنا أهل السنة والجماعة، فما بقاش اسمهم شيعة. فكلمة شيعة الآن بدأت تلصق ايه على دول، فأنا فرقت بينهم في الأول. طيب العقائد ايه بقى اللي خلتهم يفترقون عن المسلمين السنة؟ أولا التوحيد عندهم، وأنا أستشهد بروايات بعد قليل، التوحيد عندهم هو توحيد الولاية، توحيد الأئمة. يعني لما تيجي تقرأ في كتاب الله عز وجل أي آية بتدل على توحيد الله عز وجل في التوحيد الألوهية، توحيد الربوبية، بتنادي لعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، تجد هؤلاء يصنفونها على أنها آية تنادي بتوحيد الإمام. تمام. اللي هو الولي. خليني أستشهد مع حضرتك ببعض ما قالوه في كتبهم المعتمدة اللي بيعتبروها أفضل من كتب القرآن، لأن عندهم أقوال الأئمة وحي. تمام. قول الإمام عندهم وحي زي قول القرآن بالظبط. يعني في قوله سبحانه وتعالى، ولقد، شوف أنا أقرأ الآيات وعزيز المشاهد تقدر بنفسك تحكم الآية دي أنت فهمت منها إيه وحضرتك فهمت منها إيه والمشاهدين فهموا إيه، ونشوف هم بقى فهموا منها إيه وكتبوها إزاي في تفسيراتهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت ليحبطن عملك. حضرتك فهمت إيه من الآية؟ الشرك بالله. الشرك بالله عز وجل طبعا. لا. بالكتاب والسنة النبوية والشريفة. جميل. طيب جاء في الكافي، في كتاب أصول الكافي، كتاب ده يعني عندنا البخاري هو عندهم أعظم من البخاري، هم عندهم شوية. الكافي ده الكتاب بتاعهم. بالظبط. طيب. كتاب الكافي، أصول الكافي ده أصح كتاب في الرواية عند الشيعة، وفي تفسير الكمي هي التفسير بتاعتهم. وتفسير البرهان كذلك. إن أشركت هنا معناها أشركت في الولاية غير علي. يعني أنا هنا لو قلت مثلا إن سيدنا علي بن أبي طالب الولي قبله أو الخليفة قبله كان أبو بكر، أنت مشرك مش مسلم. لو قلت إن الخليفة قبل علي عمر، طب ما ده واقع، هو مش واقع وحصل إن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان كانوا خلفاء. أيوة. بشورة المسلمين. طيب إزاي أنت تمنعني من فهنا يقول لك لا، إن أشركت في الولاية غيره فهنا أنت أصبحت مشرك بالله عز وجل. طيب وفي لفظ آخر عندهم، لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. لو قلت ان في ولي ليك غير ولي علي بن ابي طالب، احنا عندنا ما بنفرقش بين الصحابه. اكيد كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اولياء الله عز وجل، هم اولياء الله عز وجل ولهم التقدير والاحترام، وكلهم اصحاب رساله وكلهم شاركوا في نقل الاسلام الينا. فعمليه الكيل بمكيالين، وان التعامل مع الاسلام على انه يعني ملك عضود وملك فارسي بيتوارثوه العائله النبويه فقط، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وعث العالم حتى للجن والانس. تمام. دي اول يعني مثلا في ايه اخرى عشان لا اطيل، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. المشركين اللي ما بيؤتوش الزكاه في سوره فصلت وبالاخره هم كافرون في الاخره. طب هم قالوها لمين الكلام ده؟ ويل للمشركين الذين اشركوا بالامام. يعني اللي اشركوا بالامام علي بن ابي طالب هم دول المشركين اللي هم في الاخره ايه؟ كفار. كفار. يعني انا وحضرتك وجميع المسلمين في العالم كفار وفي الاخره في النار، لاننا قلنا ان ابو بكر خليفه وعمر خليفه وعثمان خليفه ثم جاء علي بعد ذلك خليفه. اعتقد يا شيخ مصطفى ان ربنا سبحانه وتعالى انزل ايه ان ابو بكر الصديق هو صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام. ثانية اثنين إذ هما في الغار. إذ هما في الغار. هما بيحاولوا كمان يتملصوا من كتاب الله عز وجل. أنا حتى يعني عقيدتهم في القرآن الكريم هي عقيدة تحريفية، وأنا جاي لحضرتك في الكلام. من عقائد الشيعة تكفير الصحابة والمسلمين. مش بس تكفيرهم، سبهم وإعلان سبهم، وقالوا إن السب واللعن عندهم أهم من الصلاة، وقالها ياسر الحبيب، أنا مسميه ياسر الخبيث
عليه من الله ما يستحق، لا رحم الله في مكر زائبرة، يقول إن السب واللعن بيقربهم من الله ومن آل البيت أفضل من العبادة والصلاة. السب واللعن في الصحابة يعني. الصحابة. في الكوليني في الكافي أيضا عن أبي جعفر، كان الناس أهل ردة، كل الناس ارتدت بعد النبي محمد إلا ثلاثة. قالوا له مين هم الثلاثة دول؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، هم دول بس المؤمنين. طيب في محمد بكر المجلسي ده بقى يعني يعتبر هو إله الحديث عند الشيعة، بيقول إيه؟ بيقول إننا نتبرأ من الأصنام الأربعة. شو بنسموا الصحابة إيه؟ الصحابة أصنام. إننا نتبرأ من الأصنام الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، دول أصنام أربعة رجال. والنساء الأربع، مين النساء الأربع اللي أنت بتتبرأ منهم يا مجلسي اللي أنت عامل نفسك مسلم؟ تخيلي معايا وصل لحد فين؟ عائشة وحفصة وهند وأم الحكم. طيب هم عائشة وحفصة مش زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيوة. لما تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يا شيعي يوم القيامة، تقف أمام الله عز وجل وتقف أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنت عايزه يدخلك الجنة، ويقول لك أنت ليه كنت بتشتم زوجتي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش مات وهو راضٍ عنها؟ النبي مات طلقها. النبي عندكم يعلم الغيب، لو كان النبي يعلم أن هذه المرأة سوء وهذه المرأة سيئة وهذه المرأة مرتدة وكفرت بعده أو هتكفر بعده، على الأقل كان طلقها. ما كانش القرآن الكريم أمرنا القرآن الكريم أن أزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين، أزواج المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وحرم الزواج منهم من بعد وفاة النبي محمد. يعني لولا كده أنت إزاي هتقف بأي عين قدام النبي محمد يوم القيامة وأنت بتعتقد بالكلام ده؟ إن هم الشيعة بيتبرؤون من عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، والعياذ بالله بيقولوا فيها أقوال أنا لا يعني أنا أستحي إن أنا أقولها في الحلقة أمام المشاهد. طيب وبيقول إيه؟ ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، يعني حتى مش هم لا اللي هيتبعهم كمان كلنا نتبرأ منهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض. يعني احنا اشر من اليهود واشر من المجوس واشر من عبدة النار واشر من عبدة البقر، كل ده مش مشكله. احنا عند الشيعة اشر من دول، احنا بنتبع ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه. وانه لا يتم الايمان بالله ورسوله، شوفوا بقى يعني ربطوا الايمان بالله ورسوله بايه؟ لا يتم الايمان بالله ورسوله والائمه الا بعد التبرؤ من هؤلاء. الا بعد التبرؤ من هؤلاء. يا ريت لو في مقطع لسب الصحابه نشوف ازاي هم بيعتدوا على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن الكنترول يعرض أول فيديو معنا لسب الصحابة للسادة المشاهدين. لابد نقضي أولا على أبي بكر وعمر وعائشة على الجذور، لأنه إن لم يقضي المسلمون على أبي بكر وعمر وعائشة فحتى إن قضوا على هذه الجماعة الإرهابية في هذا الزمن ستولد من جديد في زمن آخر. ما دامت تتبع أولئك، ما دام هنالك طائفة من المسلمين مخدوعين ويتبعون هؤلاء الأئمة القادة إلى النار سيتأثرون بمنهجهم. سبحان الله ونعم الوكيل. إيه رأيك يا شيخ في بيحصل؟ لا تعليق. يعني هو بيقول هؤلاء أئمة وقادة إلى النار. يعني إذا كان أصحاب النبي محمد وزوجاتهم قادة إلى النار، هم مين اللي هيدعوا للجنة؟ مع أن أصلا السيدة عائشة برئت. يعني الله سبحانه وتعالى ده من اللي هم اتهموها برضه. يعني هم اتهموها بالإفك هم بيقولوا لا ده الإفك ما نزلش لعائشة، الإفك نزل للسيدة مريم، للسيدة ماريا القبطية، ماريا القبطية ليس لعائشة. وطبعا كلام باطل، السيدة ماريا جت بعد. لكن دول بيقودنا إلى النار. طب مين اللي هيقودنا للجنة؟ اللي هيقودنا للجنة إمام مختفي من 1250 سنة لحد النهاردة عايش على رأيهم، هرب من جندي عباسي مستخبي في سرداب، ده اللي يقودنا للجنة؟ ولو ما أمنتش بيه أبقى كافر؟ سبحان الله. يعني شوف محمد بكر المجلسي بيقول إن أبا بكر وعمر هما هامان وفرعون. أبو بكر وعمر في القرآن هامان وفرعون. طيب دي عقيدة من عقائد الشيعة.